بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أحبابي وأحباب شفية المغربية، لكم مني السلام. تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو وانتم في أحسن الأحوال إن شاء الله بحول الله وقوته. غادي نحط واحد الوصفة خاصة بالناس اللي عندهم مشاكل في الشعر، تساقط الشعر، ألم الرأس، عندهم مشاكل لا تحصى في ألم الرأس. ديما الرأس دارهم، ديما تحسوا بالدوخة، ديما تحسوا أنهم متعبين بألم الرأس الشقيقة ديما باستمرار. إذا غادي نعطيكم واحد الوصفة إن شاء الله غديروها، ولكن غادي تداوموا على واحد القراءة، على الأقل غداوموا عليها واحد مدة 11 يوم، وغادي تحسوا بتحسن. حسيتوا بتحسن غادي إن شاء الله تبقاو تداوموا عليها حتى تشافوا بإذن الله الواحد القهار. إن شاء الله بحول الله وقوته. المكونات غادي نعطيهم لكم. الناس اللي عندهم تساقط الشعر باستمرار سبب السحر، هذه الوصفة صالحة لفروة الشعر، تساقط الشعر، ألم الرأس. إذا الناس يديروها ويتوكلوا على الله. أول حاجة غادي نخرج عند العطار أن ناخذ واحد قنينة ماء الورد. ماء الورد راه ماء الورد، هاد القنينة ب5 دراهم. نشري قنينة ماء الورد، ماشي ماء الزهر، ماء الورد، لأن ماء الورد يسحب الألم، يسحب الحرارة من الرأس، تأثر إذا كان متمركز الجن في الرأس تيسحبو حتى هو. عندنا العرعار، هذه 3 دراهم ديال العرعار، هو تيطول الشعر هذا العرعار، وتيسحب السحر من الشعر. إذا غادي نوضع هنا 4 المعالق ديال العرعار، 4 المعالق كبار. غادي إن شاء الله نحاول أنني نحط واحد الكمية إن شاء الله بحول الله وقوته. هذا العرعار حاولوا أنكم، راه ماشي حنة، هذا راه عرعار مطحون، والناس غادي يديروه للشعر ديالهم، لأن أغلبية الناس العرعار هو عندكم أوراق السدر وعندكم الحنات يتشابهوا، ولكن هذا العرعار مطحون. اللي عنده أوراق السدر مطحونين يضيف 2 معالق. عندنا زيت السمسم، هذا مصوبه أنا في الدار، تتاخدي معلقة ديال زيت السمسم وتتبخيها في الزيت وتتخليها واحد المدة. تقدري ديريها للوجه ديالك، تقدري ديريها في الشعر. زيت السمسم تيكرهو الجن وتيكرهو العارض. زيت السمسم رائع في طرد العوارض. غادي ناخد زيت السمسم او زيت السانوج، اللي عنده السانوج يدير السانوج. هذا زيت السمسم، اذا هانتوما زيت السمسم، ناخذ معلقه منه. غادي نضيف الخل الابيض او خل تفاح او اي خل عندكم، غادي ندير معلقه ديال الخل، هذا الخل الابيض، هانتوما الخل الابيض. غادي ناخذ واحد دانون طبيعي بدون سكر، دانون او زبادي بدون سكر. اذا انا عندي هنا هاد 2 معالق ديال دانون او معلقه اللي بغيتو. اذا هنا بقى الماء الورد هو اللي غادي نخلط به ان شاء الله بحول الله وقوته. غادي نخلط به هذا المكون، وغادي ان شاء الله منكمل من تخلاط هذا المكون غادي نقول لكم اشنو غادي ديروا باش ديروا في الشعر ديالكم.
تيسحب السحر وتحيد ألم الرأس، والفروة تتنتعش بهذا الخليط ديال العرعار. رائع، هذا الخليط تقدري ديريه حتى الوجه ديالك. إذا إن شاء الله بحول الله وقوته غادي نحطه على الفروة الشعر، خليه تقريبا في الشعر ساعة المكانة، وغادي ساعة نخليه بالشعر أو ساعتين انتما بالاختيار، وغادي إن شاء الله نوصل شعري عادي منسلي من غسل الشعر. غادي نحاول أنني أنقرأ الفاتحة 3 مرات على اليد ديالي، تنغسل شعري ومشي الغرفة ديالي ونقرأ على اليد ديالي الفاتحة 3 مرات، وندوزها على الشعر ديالي على الرأس ديالي، وغادي نقرأ صورة من سورة الحشر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إذا سورة الحشر غادي ناخد منها غير هذه الآية إن شاء الله. هذه الآية غنقراها 7 مرات، أو نحط يدي على الرأس ديالي ونقرأ الفاتحة 3 مرات، ونقرأ هذه الآية إن شاء الله 7 مرات على الرأس أو الأذن أو على أي حاجة ضراني في الرأس ديالي. إذا وهاد الخلطة غادي نديرها مرة في الأسبوع أو مرتين، انت في الاختيار، ولكن هاد الخلطة رائعة. ولكن القراءة سبحان الله، الألم ديال الرأس ما غاديش يبقى يضرك راسك، لكن شي سحر مأثر لك على الشعر ديالك أو الرأس، غادي بهاد الصورة سورة الحشر اللي خدينا منها غير آية، غادي إن شاء الله سورة الفتح ومع آية سورة الحشر غادي تعطيكم طاقة سبحان الله، طاقة سحب السحر من الرأس. إذا غادي نعود معكم الفاتحة 3 مرات وآية من سورة الحشر: آية لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى يشافيكم ويعافيكم ويعطيكم السؤل ديالكم ويحفظكم يا ربي وينجيكم من كل أذى. إذن الله كريم، الله وهاب، كونوا مع الله يكون معكم. وهذه الوصفة رائعة، الناس اللي عندهم ألم الشعر، ألم اللي تيكون في الشعر بحال الشقيقة بحال الفروة ديال الراس بحال الرأس اللي كان تيتنمل عندكم، أي حاجة عندها علاقة في الرأس. إذا حبايبي إلا عجبتكم الصيغة الربانية غادي تحطوا لي تعليق أو لايك أو الدعم بلايك، أو تبارطاجيو هاد الفيديوهات لعل وعسى ربي يحميكم وينجيكم من كل أذى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.